تدعوكم حسينية المرحوم الحاج داود العاشور الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد القائد المجاهد رائد جاسم القطراني في يوم الثلاثاء المصادف 2/7/2024 في تمام الساعة 8 مساء، حيث يرتقي المنصة الخطيب الشيخ عبد الله الكعبي والشاعر كاظم الحولوي والشاعر مصطفى العيساوي والرادود أكرم الصالحي والرادود مسلم الوائلي، علما إن مقدم البرنامج الشاعر محمد الطالقاني وقارئ القرآن محمد نزار الربيعي، والبث المباشر على قناة العقيلة الفضائية وقناة الحسينية على اليوتيوب.